بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع. الشوط الأول الجعدان الصعوب ينطلق على حضراتكم مباشرة مع الفتان عبد العزيز بن حمد الوهيبي مع المركز الأول، المركز الثاني، ثاني المراكز، وأيضا اللي ينافس من الجانب الآخر ويبحث عن الانتصار في هذا الشوط شاهين علي بن سالم المالكي من الجانب الآخر المركز الثالث، الوصول من أيضا هناك بشعار المتواجد عبد العزيز بن حمد الوهيبي من يتقدم من الزاوية الأخرى، ولكن المركز الرابع المتواجد هناك شاهين القادم والمنطلق في هذه اللحظات عبيد بن العبد الحجري، لكن عود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط الجميل، ولكن اللي تقدم مع المركز الأول تقدم بشعار عبد العزيز، لكن ما شاء الله اللي مر عليهم مرور الكرام انطلق وراح مع المركز الأول. هناك من يتواجد بشعار ناصر بن مسعود الدويكي مع المركز الأول، من يبحث بهذه اللحظات مع الشباب الشبابي ما شاء الله، يا هذه النهاية الجنونية، هذا الشباب الشبابي، هذه النوعية المميزة، من انطلق على الصدارة الشبابي والسلالة الشبابي، يا سلام ناصر بن مسعود الدويكي تهانينا. والناموس المركز الثاني كان بشعار عبد العزيز بن حمد الوهيبي، المركز الثالث ايضا المتواجد بشعار محمد بن عبد الله المالكي، والتوقيت الزمني دقيقة و40 حكى بدون اجزاء، تهانينا والناموس.